النقابات التعليمية والتنسيقيات لخوض إضراب وحدوي اليوم يوم الخميس 3 يناير 2019. هذا الإضراب الذي جاء احتجاجا على الأوضاع المتردية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا التي يعاني منها الشعب المغربي. هذا الإضراب جاء احتجاجا على الظلم والحقرة التي يعاني منها الشعب المغربي. هذا الإضراب جاء ليسمع صوته إلى المسؤولين لتنييهم على أدانهم الصماء. هذا الإضراب جاء احتجاجا كذلك على ما تعيشه المدرسة العمومية من أوضاع متردية، من أوضاع متأزمة. إذن باسم هذه النقابات وهذه التنسيقيات نحيي الشغيلة التعليمية على خوضها لهذا الإضراب وعلى استجابتها لخوض هذا الإضراب الوحدوي. كذلك شاركت في هذا الإضراب جمعيات المديرين الثلاث وجميع التنسيقيات وجميع النقابات. هذا الإضراب الوحدوي الذي جاء إدارية قاضية لتحقيق المطالب والصمود الأبدي. يا مدرس يا إدارية وحكالة ودير وحكالة ورحنا ملوكين ورحنا ملوكين ورحنا ملوكين. تحية نضالية لكل الأساتذة والأستاذات المحاربين في هذا الإضراب الوحدوي ليوم 3 يناير 2018. هذا الإضراب الذي يأتي في إطار البلوكاج الحكومي والقطاعي فيما يخص الملفات المطلبية لجميع الفئات التعليمية. بعد هذا كنا ننتظر بعد في يوم 28 ديسمبر أن يكون هناك انفراج على مستوى الملفات المطلبية لكل الفئات التعليمية. نبدأ بالطلب الأساسي للتنسيق الثلاثي اللي هي النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية الشغل والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية الشغل والجامعة الوطنية للتعليم. التوجه الديمقراطي المطلب هو إدماج الأساتذة المتعاقدين وتوحيد الجسم التعليمي والحفاظ على وحدة المدرسة العمومية والدفاع عن عدم خصوصة المدرسة العمومية. الملفات المطلبية الفئوية، إذن هناك ملفات اللي هي ملحة وذات أولوية كبرى بعد التعاقد وهي ملفات أساتذة حاملي الشهادات، ملفات زنزانة سعود، أساتذة زنزانة سعود الذين ربوا الأجيال لعدة عقود وزالوا ما زالون محصورون داخل الإطار ديال أساتذة في سلم سعود، أساتذة ضحايا النظامين بالنسبة للأساتذة دكاترة القطاع التعليم، الأساتذة المبرزون، وننتظر جميعا كل الأستاذات والأساتذة في قطاع التعليم ينتظرون منذ 3 الإفراج عن النظام الأساسي، نظام أساسي يكون عادل لجميع الفئات التعليمية حفاظا على المدرسة العمومية. إذن هذا الإضراب جاء في إطار التنسيق الثلاثي. وبالنسبة للملف آخر هو ملف يرتكز عليه قطاع التعليم وأعتذر أنني لم أذكره من الملفات الأولى المهمة جدا، هو ملف الإدارة التربوية. إذن داخل هذا الإضراب وهذه الوقفة الاحتجاجية هناك الجمعيات الثلاث للإدارة التربوية، المديرين الابتدائي، مديرين الإعدادي والثانوي والحراس العامون والنظار. إذن مطالبهم هي مطالب مشروعة ومهمة، والتماطل في هذا الملف هو الضرب للمدرسة العمومية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم.
وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.